عشش عزبة النخل. هنا مناطق عشوائية ديت سكانها من أكتر من فوق 30 سنة. مأساة، أصبح معتاد على رؤيتها المواطن المصري. بعيدا عن مأساة الحياة في مثل هذه البيوت، بعيدا عن مشاكل المعيشة المتعارف عليها، إلا أن حتى هذه الحياة المفترضة أصبحت غير متوفرة الآن لهؤلاء المواطنين. قلنا من قيمة 1.5 سنة قالوا هنعمل حصر على الأسر الموجودة، خدوا أسامينا وأرقامنا وأسر عيالنا ولموا الورق كله وقالوا ده هيروح المحافظة بأن الأسر دي محتاجة مأوى. هذه الإجراءات تمت من أجل مشروع تطوير كوبري المرج، فلا بد من إزالة هذه المنازل بعد توفير طبعا منازل بديلة لهؤلاء المواطنين واختارهم مسبقا بميعاد الإخلاء. ولكن ما اختاروناش ولا جم قالوا لنا حتى شيلوا ولا فضوا ولا اي حاجه، شالونا كنسونا من على الارض كنس كده. ما استناش حتى بقيه الاسر انها تطلع الحاجه، قال الاسامي، جينا نسمع الاسامي طبعا تلت يعتبر الربع اتندى والتلت اربع ما اتنديش. طب انا هقعد لك فين وانا غصب عني مش لاقي مكان؟ هقعد مكاني وهبني، لو مفيش حل للموضوع ده اجيب طوب وهبني. الغريب في الأمر أن هؤلاء المواطنين أغلبهم يمتلكون أوراق رسمية ووصولات تم دفعها للحي، وهو ما يعتبر اعتراف من الحي والمحافظة بهم. بدفع في السنة 312 جنيه وآخر وصل دفعه بتاريخ 1/8/2003، تمام؟ وده العقد موثق في الشرع العقاري بنفس التاريخ، تاريخ 2003. ومن الغريب أيضا أن أحد الصحف الرسمية نشرت اليوم خبر عن نقل 750 أسرة من المتضررين وإزالة أثار الهدم وتوفير مساكن آمنة لهم. فين المساكن الآمنة؟ إذا كان في حوالي هناك 40 أسرة بالحاجة بتاعتهم مرمية بره ما رضيش يسلموها، وهنا يقترب بتاع حوالي 160 أسرة. فين؟ ثم توجهنا إلى المساكن التي من المفترض أن تكون المنازل البديلة لسكان منطقة عشش عزبة النخل، فوجدنا المنازل موجودة فعلا والسكان أيضا، لكن في الشارع. ورق اهو والبطاقة هي، وهم عندهم كده وخدوا بطاقتي وسلمتها بإيدي ما رضوش يدوني، والناس كلها خدت وأنا مرمية من يوم التلات. ورقك موجود وجاي عشان تستلم الشقة؟ وأنا عندي 70 سنة، من سنة 40 أنا مولود. حد البيت اللي انت كنت؟ والله وكتابك يا رب، يا ربنا اللي واقف فودي ان اتحدت عليا والمرتبة سرقت، ربنا ينتقم منه. دي قاعدة فين دلوقتي؟ دوت غزالي مرمى في الشارع، والتلاجة بتاعت قلبوا لي العدس اللي فيها، حط الطبق العدس قلبوا في قلبها. يرضى ربنا، فين حقوق الإنسان؟ فين الحرية؟ فين العدالة؟ يرضى ربنا بعد 70 سنة نتبهدل وترمي في الشارع؟ بصرف النظر عن أي إجراءات أو روتين أو أوراق حكومية، كيف يتم السماح لضمائرنا أن تترك المسنين والمعاقين والأطفال في الشارع هكذا؟ كيف تقدر قيمة المواطن المصري لدى المسؤولين؟ وليد فريد، ممكن.